زي ما أخدنا في junior 2 إن إحنا خدنا 99 plus 1 equal what؟ 9 plus 1 equal 10, 0 and carry 1. 1 after 9 equal 10, so it's 100. وعرفنا إن smallest number of 2 digits is 10. رقم 10 هو أصغر عدد مكون من رقمين, smallest number of 2 digits. طيب ال biggest number of 2 digits, أكبر عدد مكون من رقمين, يبقى هنحط في ال units 9 وهنحط في ال tens 9, يبقى 99. طيب لو قلنا هنا what is the smallest number of 3 digits, يبقى ال 100 of 3 digits. طب what is the biggest number of 3 digits, يبقى هنحط في ال units 9 وهنحط في ال tens 9 وفي ال hundreds كمان هنحط 9. يبقى the biggest number of 3 digits is 999. If we say, لو قلنا بقى 999 plus 1 equal what, نحلها ازاي؟ هنقول نفس الحكاية 9 plus 1 equal 10, 0 and carry 1. carry 1 يعني بنشيل معانا الواحد, مش بنحطه في نفس الخانة بتاعت اليونتس. وكلمة borrow 1 في الماينس في السبتراكت لما بنعملها يعني هنستلف منه واحد, يبقى دي carry 1. 0 and carry 1, 1 after 9 10. will we write, هنكتب ال 10 هنا في خانة ال 10 على بعض؟ لا, هنكتب 0 and carry 1. 1 after 9 equal 10, هنكتبها ازاي؟ هنكتب 0 ونكتب 10 هنا ويبقى ده كده اسمه 1000. ويبقى عندي the 1000 is the smallest number of, أصغر رقم من كم digit؟ 1 2 3 4, يبقى of 4 digits. أصغر رقم مكون من 4, أصغر عدد مكون من 4 أرقام هو ال 1000. ويعرف يكتب كلمة 1000, ونعرف ان احنا لو بدلنا ال 1 ب 2 هتبقى 2000 وتتكتب كده 3000 4000 وهكذا لغاية 9000, وان هي هتبقى بتتكتب كده. ولما يجيب لي 9000 equal what, يبقى we cancel thousands and put instead 3 zeros. بنلغي بنكنسل كلمة thousands ونحط بدلها 3 zeros. أي رقم موجود عندي وجنبه كلمة thousands هنلغيها ونحط, لو عايزين نكتبها في بالديجيتس هنلغيها ونحط بدلها 3 zeros. طيب لو هي عندي بالديجيتس وأنا عايز أكتبها in letters بالحروف هعمل إيه؟ we cancel the 3 zeros, هنشطب على التلات أصفار 3 zeros ونحط بدلهم كلمة thousands, يبقى تتكتب كده 9000. أو ممكن نكتبها كمان 9 in letters لو عايزها كلها بالليترز بالحروف.